الدكتورة تسنيم قعدت 41 يوم في غيبوبة كاملة عن الوعي وتوفت امبارح. كان نفسها تكمل رمضان بين أهلها وصحابها، بس هتكمل الباقي منه عند ربنا. تفاصيل صعبة في رحيل طبيبة بيطرية راحت بسبب سباق سيارات في التجمع. أحد أهالي تسنيم بيروي التفاصيل الكاملة للقصة وبيقول: تسنيم عزة بسطاوي طبيبة بيطرية 23 سنة، ومن أول 20 طالبة على دفعتها، والبنت الوحيدة لباباها ومامتها، بقت ضحية سباق عربيات بين شباب متهور في شارع 90 الجنوبي التجمع الخامس. تسنيم كانت راجعة من شغلها في عيادة في التجمع وتعرضت لحادثة عربيات يوم 13 فبراير. الحادثة كانت شديدة قوي، وسرعة العربية الجنونية اتسببت لتسنيم في كسور شديدة بالحوض والجمجمة والفخذ والكاحل والترقوة وكدمة بالرئة ونزيف على جذع المخ، وده من شدة الارتجاج وتلف الأعصاب اللي حصل لها. تسنيم أخدت 22 يوم فقد الوعي في غيبوبة ومفيش أي استجابة، ده كله بسبب واحد مستهتر عديم المسؤولية عنده 18 سنة اسمه كان بيتسابق بالعربية هو وصاحبه. دول كانوا بيتسابقوا واخدينها لعبة، وهم مش حاطين في بالهم انهم ممكن يتسببوا في أذى لحد غيرهم، وان الشارع ماشي فيه بني أدمين غيرهم. المصيبة الأكبر انه محاولش يتصرف وينقلها مستشفى حتى، ولولا ان واحدة ماشية في الشارع هي اللي شافتها ونقلتها المستشفى، محدش كان يعرف ايه مصير تسنيم. اللي خبطها لازم يتحاسب، اي حد مننا كان ممكن يكون مكان تسنيم او حد من ولاده لا قدر الله مكانها، والموقف ممكن يتكرر مع اي حد ويتعاد تاني طول ما في ناس متهورة ما عندهاش مسؤولية ومش عاملة حساب ان في ارواح غيرها عايشين معاهم. لازم نساعدها ان حقها يرجع. تسنيم عمرها ما تأخرت عن حد في حاجة وكانت بتساعد الكل. واتكلم احد زملائها عنها وقال: دكتورة تسنيم عزت لسه متخرجة 2023، معظم دفعات الطب البيطري القاهرة عارفينها من كتر الحاجات الجميلة اللي عملتها لكل الدفعات واللي مستمرة حتى بعد ما اتخرجت، وأبسط حاجة ريكوردات شرح المنهج بتاع التسنيم علشان تساعد الدفعة على الفهم، واللي فضلت لكل الدفعات التانية. دكتورة تسنيم خبطتها عربية من 20 يوم وهي راجعة من شغلها، ياريت اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش يشيروا في كل مكان علشان حقها. تسنيم على المستوى الشخصي شخص جميل وكويسة جدا، ومن أطيب الناس اللي ممكن تتعامل معاهم بجد، ولعل الابتلاء ده يكون فيه خير وربنا يرحمها يا رب بعد ما توفت امبارح في الأشهر الحرام دي. اللهم ثبت أهلها وأصحابها واربط على قلوبهم يا رب، وطمنا عليهم في القريب العاجل. ربنا يرحمك يا حبيبتي، كنت أجمل دكتورة في الكون ده كله بصراحة. كانت دكتورة بمعنى الكلمة وعندها إحساس أحسن من المريض نفسه واللي حسه. صحيح كانت دكتورة بيطرية، بس كانت بتتعامل مع الحالات اللي عندها كأنهم بشر.